اديني بصة بحياتك. دي بتعيط وهي نايمة. حقك تسمي الصورة الجمال الباكي. اتلي بط حسك هتصحى. اتلي شوف قد ايه جميلة ورقيقة، ومع ذلك حزينة حتى في احلامها. والله ومالك سحت كده ليه؟ يا ريتنا اقدر امسح دموعها واقول لها ان حرام رموشها تتبالي، وافهمها ان خدها ارق من انه استحمل. يا ابني هو في ايه؟ هو انت ما عندكش غير الفيلم ده تشغله؟ ما هو انت لو عادي ماشي، انما انت بتقلب معاك بغم اول ما سامي رستم بيدخل وبتقعد تعيط وتصح من عينيك بقى، وانا المواجع مش ناقصه. اسمع حرام عليكي بقى، حرقتي الفيلم وطلعتيني من احلى لحظه في حياتي. طب بس قوم بس كده دور لنا على شريط فيديو شغله لنا كده لستيفن السيجال. في ام تتفرج على ستيفن السيجال؟ ماله راجل جد وكشر وماشي كده. انا اللي امشي كده. ارجوكي يا ام، ارجوكي. عندما يميل كرسي الشمس بين الاطلال. الله يبارك لك، لا تذكريني. اذكرك على ايه يا معاف؟ جمال النايم ولا الباقي؟ هسميها كاسفه. طب خد اقولك، خد يا ولا اقولك، روح تريح في الكابينه. طب خد غير لي، هات لي الايه ارسين الرياضيه، ده فيها ماتش السبورتنج لشبونه وملطيه مهراء. يخرب عقلك يا سيد، ما عرفتكش. ايه رايك يا عم يوسف بزمتك؟ مش لايق في العز. طول عمرك ابن عز يا ابني. الله يخليك. بس العز عمره ما كان باللبس. ايوه يا داليا، بس المظهر مطلوب برضه. مين قال لك ان مظهرك كان وحش؟ اوعي شغلك مع عمك يغيرك يا سيد. عيب يا عم يوسف، مش انا طالع على الشغل، اتكلنا على الله. سلام يا اولاد. سلام. اليوم ما رحتش الشغل ليه؟ لا انا اتاخر النهارده شويه، اصل رايح الجامعه الاول وبعدين اطلع الشغل. ليه هتقدم طلب يرجعوك؟ يرجعوني فين يا بنتي؟ انا من ناحيه الجامعه دي فقدت الامل. انا رايح عشان جوانا، وحشتني قوي، وبعدين بصراحه نفسي تشوفني وانا كده، حاسس ان هي هتنبسط قوي. لا ما هي هتتبسط، ما هي زيك مؤمنه ان المظهر مطلوب. بقول لك ايه؟ اوعى تفتكري ان انا بحب جوانا عشان حلوه، ولا عشان زي القمر، ولا عشان ابوها رجل اعمال، ولا معاه فلوس. مش عشان كده خالص، الحب اسمى من كده يا بنتي. انا مش عارفه انا بحبها ليه. بكره لما تحبي هتفهمي معنى كلامي. لا بكره انا هحب واعرف. انما ما قلتليش هتدخل الجامعه ازاي؟ جامعه دي لعبتي، دي اسهل حاجه عندي. طب تقدر تقول لي انت لو رحت تقابل اهلي هتقول لهم ايه عن نفسك؟ هتقول لهم شعر برضو؟ لا اروح ارقص لهم اكيد، مش هقول لهم شعر، بس انا عندي امل في بكره. اللي هو ازاي يعني يا فالح؟ انك تاخد جايزه نوبل في الشعر؟ لا نوبل في الزيت. انت ايه واضحه طبيعي. انت بتعمل ايه عندك؟ وايه كوم الزباله اللي حواليك دي؟ دي بتنجان يا باشا، اتفضل بسم الله. ارموه بره الجامعه وشوفوا لي مين اللي دخله هنا، ولفوا لي الاكل ده، حرام الاكل ده يترمي. بالعكس، انا مستريح جدا. بس انا في حاجه واحده بس هي اللي تعباني. جمالك. نعم. بقول لك ايه، ما تيجي نحط فوطه على العداد ونطلع مع بعض سوا، عندي مطرح محندق هيعجبك قوي. يا سلام يا بيه، امنت عليك فراسه. عرفت ازاي اني معجبه بيه؟ يعني حسيت. لعلمك انا التاكسي ده عاملاه مخصوص عشان المسخره والهلس، مش عشان الشقه يعني واكل العيش. انت تقعدي معززه مكرمه والهلس والمسخره يجوا لحد عندك. انت بقول لك ايه يا بيم، انا عندي مطرح قريب من هنا، بقولكش بقى الهوا فيه بيطز تراوه شويتين، يضايقك؟ لا ابدا، انا احب التراوه، احنا محتاجين التراوه عشان ال طيب على البركه بقى. الكرة اللي فاتت
اللي جت امال منا يبقى عاوز يلعبها في وش رجله زي الشيخ طه زمان. الله يسعى عليا غير تطفير الشعر ما فضلش غير احمي كمان اتعادل. اوعى يا شفاف بالذمة دي كرة تقلش دي كرة تقلش. بس انت تبعتها من الصبح عماله تقول لك في الاحمر مفيش فايده. سيبيني في حالي يا اما الله لا يسيئك. نبدا الحكايه كده شكلها عاطفي يعني. انت بتحب يا واد من ورايا ولا ايه؟ اه بحب بحب انك تسيبيني في حالي. ايه ده ايه ده؟ انت من دلوقتي هتخسرني عشانها؟ امال لما تتجوزها هتعمل ايه؟ هتحطني في الوفاء والامل؟ ياما كتير قوي اللي بتعمليه ده، كتير قوي. انا سايبك ستاره وماشي. صارت ايه اللي يسيبها لي عن امك؟ يعني هتكتبها لي باسمي؟ ده بيقولوا في مسلسل على القناه الثانيه. يلا يا رخم. الله يا عيني. عيشنا وشفنا. جه الزمن اللي مصر تبقى فرحانه انها اتعدت مع توجو والجابون. انا بس كوني المنتخب ده نعمل فرقه صاعقه على حق ربنا. اجيب الواد طلحه راغب ومعاه عمرو عبده وعمرو الداني واحط عليهم احمد عيد عبد الملك. ويا سلام بقى يا سلام بقى لو الواد محمود عبد الحكيم بتاع البتروجيت في الدرجه الثانيه بيلعب تحت الاثنين راس حربه اسروا منه للجون على طول. ويا عيني يا عيني على هاني الحسن الهفرايت بتاع الترسان ساحر 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 ساحر. والعب براس حربه واحد حماده شنح والهجمه المرتده وجول وخلص الماتش 4-1. وعايزين سمير كمونه يا خالتي. اشمعنى؟ الاكل محتاجه. بتاكل زي اكل الحمار في النجيله، لا الحمار بيشبع ولا النجيله بتخلص. طب وحياه ابوك شويه نجيله بالثوم. اوعى ايامك. ايدك انا عارفه انك ما بتحبش الجمله دي بس دي جميله قوي يا سيد. بجد عجبتك قوي يا مين؟ دي اللي جميله يا سيد. بس دي حب جديد لسه كاتبها يا عم. مرايا يا قلع اوعى تكون فاكر ان انا كيس جوافه. واقف احترمني امال. ما تقلقش يا عم. بس دي مش غزاله. غزاله دي زي اختي. دي البنت زميلتي في الجامعه اسمها جيهان. ومين جيهان دي يا لئيم؟ داليا تبقى تحكي لها. داليا ونبي ما تنسيش في ايديها. ماشي يا سيدي حاضر. مش هتقعد تفطر معانا قبل ما تمشي؟ لا الف انا افطروا انتوا بقى. لازم امشي لحسن عمي حاططني في دماغه. سلام سلام. ما تجيب بوسه يا بوسه. يلا يلا بوسه واحده منهم. يلا يا سيدي يا دت يا دت. بص يا جيهان انا جايبه لك معايا جواب من السيد. انا ما فيش بيني وبين حد جوابات. وبعدين هو ازاي يبعت معاكي حاجه زي دي؟ ايه في ايه؟ بتكلميني كان انا غريبه ولا ايه؟ هو انا ما اعرفش اللي بينك وبين سيد؟ ايه بقى اللي بيني وبينه ان شاء الله؟ سيد بحبك. وانا كمان بحبه بس زي اخويا يعني. اه بس هو ما يعرفش كده خالص. انت لازم تقولي له. اقول له ايه بس؟ واحد بيقول لي طول الوقت كلام حلو ويسمعني في اشعار وبيرن لي 55 رنه في اليوم، ما بيهونش عليا كسفه. وبعدين هو لما يكون عايزني يقول لي الكلام ده بشكل رسمي. مش لازم تكوني بتحبيه الاول؟ حب ايه بس يا بنتي؟ ما تخليكي واقعيه. انت بكره تبقي مذيعه ولا صحفيه كبيره. الحب والكلام الحلو ده نحب نسمعه بس، لكن احنا عايزين اللي ينفذ، اللي يجيب شقه ويقدر يفتح بيت. وعايز اقول لك على حاجه، لما يكون عايز يقول لي حاجه يبقى يقولها لي هو. اوكي يلا باي. بعرف ازغرف كنت زغرات. طب ما تقولي ليه كنت زغرات مكانك؟ عشان في واحدة حبيبتي أول مرة أشوفها واقفة قدام المراية تتزوق. أنا؟ لا أنت فهمتني غلط خالص. أنا بس يعني كنت بجرب كده شكل في دماغي عشان قريب هتقدم لامتحان مذاعة في القناة الفضائية الجديدة اللي بيشتغل فيها الدكتور عندنا في الكلية. طيب يا بنتي ربنا ينولك مناكي. بابا 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 عايز اسالك سؤال. قولي. هو ليه الرجاله يعني بس تهتم بالشكل اكتر من اي حاجه ثانيه؟ دول الرجاله التافهين بس يا بنتي. يا سلام. يعني انت لما حبيت ماما ما اهتمتش بشكلها خالص؟ لا اهتميت طبعا، ما انا كنت تافه زيهم. معقول الكلام ده؟ لغايه دلوقتي مش عارفين تخلصوا التعليق بتاعت الاماره؟ ده تهريج.
اصل السطوح في شقه صغيره متاجره ايام مرحوم والدك وسكانها رافضين ياخدوا الشقه ابدا. ليه؟ معاهم ورقه تمليك مثلا؟ لا في عقد ايجار بس يعني ممكن يتصرف فيه وبيقبض دماغهم في المحاكم. اما ممكن تخلصوها؟ ما خلصوهاش ليه؟ مستنيين ايه؟ طيب اسمعني. هادي ايوه تعالى سيب عايزك. استني انت سيد. بقول لك ايه، ممكن تكتب لي كلمتين حلوين اقولهم قدام وزير الصناعه في افتتاح المصنع الجديد؟ اللي فيها كام بقى الصناعه النبي؟ فيها كام بالصلاة على النبي؟ ايه عامل محاره؟ ايه الالفاظ؟ حسن الفاظك. ده انا هدي لك 150 جنيه. ايه؟ 150 جنيه؟ دول ما يجيبوش عيش كايزر يا باشا. لا ده مهزار. 150 جنيه استرليني ده، استرليني ده بليز بليز بليز. الله يخليك. انتوا فاكرين نفسكوا ايه؟ بس خلاص بلاش دوشه. بس مالكش دعوه بالموضوع ده يا استاذ سيد، احنا محترمينك عشان خاطر عمك. عمي؟ ما هو اللي بعتكم وعايز بسلامته. الموضوع بسيط، هم واخدين السطح ده جدعانه من جدك الله يرحمه، يعني مش قانوني، والعماره هتطلع 5 ادوار، ولما تخلص نبقى نديهم شقه فوق السطوح. عايزين نبات انا وبنتي في الشارع يا ولاد الكلب. مش هتمشي يا عم يوسف. روح قول لعمي ولا اقول لك؟ انا اللي هقول. احنا سلمناك الانذار يا عم يوسف، ويا ريت تدبر نفسك احسن. يلا بينا بيومي. يلا يا باشا. كمان اسمك بيومي؟ خلاص بقى يا عم يوسف فكها بقى يا عم، ما تجيب بوسه كمان واحده. ان فكركم الجديد، ان فكركم الجديد الذي تديرون به الصناعه المصريه لهو امر نفتخر به نحن العمال الذين لم ولن نتردد في ان نكون وقودا يدفع عجله الانتاج الى الامام. فين الزفت؟ السيد راح فين؟ الكلمه بتاعتي معاه. ساعتك وبيطبعها الكمبيوتر حالا هتكون موجوده. وتقبلوا سعادتكم خالص تحيات عمال شركتنا وخالص تحيات عمال مصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيدي الوزير، لا أجد كلاماً أقوله لكم بعد كل ما قيل، ولذلك فقد أسالت زيارتكم الكريمة الشعر على لساني وفجرت الإبداع في صدري، فانطلقت أجدو بهذه القصيدة. مرحباً بكم ولعلها تنال إعجاب سيادتكم. البدر ساب السما ومن عندنا بيطلع، يا ضي في وجود الوطن بيشعشع ويشعشع، اليأس من بسمتك بيجري ويفلسع، شمروخي بيحنلك، شمروخي قنديلك العاش مقطوم في حضني وسبب نكبتي وحزني. انت انسان سافل ومنحط وحقير وما تربتش، وانا اللي هربيك. يا بيه ده الواد بيحبك، ده انت مثله الاعلى. لا العفو، احنا اللي واطشين، احنا اللي واطشين يا بيه. بص انا هقول لحضرتك على حاجه، انا هجيبه لغايه عندك من قفاه ونقعد مع الوزير كده قعده عرب ونهدي النفوس. الو الو، قفل السكه خش. طبعا. طيب يا سيد. طيب يا ابن بطن، ان فتحت بطنك ما بقاش انا. This is the last sons of Mankara. This كرع. Look at his face. Look at his profile. If you won't touch him, give me 15-18 pounds. سيبني فين يا ابو رايح؟ موبايله مقفول وما تستهبلش، انت عارف مكانه. ام سيد انت كده بتسيئي لسمعه مصر، ومصر مستهدفه اليومين دول. الوقت انا عايز اشرب من دمه. ما تدخلينيش في خناقاتك مع ابنك يا ام سيد. طيب انا هخليك طلقات ام سيد. اه بس يا مسيد راح الجامعه يقابل جهان. هي فيها جهان كمان؟ Who is this ابو راويه؟ This is the last daughter of Nefertiti. If you won't touch him, give me 15-18 pounds. ايه ده؟ اوعي، اللي هيتاتش بيها تجيب الشوط. يلا يا حصلت الاجانب يا عارف هتم. Thank you.
عليك قابل. انت مش مبسوطه انك شفتيني ولا ايه؟ لا مبسوطه، بس ما كنتش متوقعه اني اشوفك. يعني اصل بصراحه وحشتيني، قلت اجي بنفسي بقى عشان اعرف رايك في القصيده اللي كتبتها لك. اصل بصراحه تعبت فيها قوي وكتبتها لك بدم قلبي. يعني ايه ده، هي داليا ما رجعتها لكش ولا ايه؟ انت ما خدتيهاش؟ لا طبعا، وبعدين انا كنت باخد منك الحاجات دي على سبيل الزماله، لكن كل حاجه وليها حدود يا سيد. وبعدين انت لازم تخاف على سمعتي. انت مكبره الموضوع قوي كده ليه؟ هو انا كتبت لك كلام قبيح ولا حاجه؟ انت برضو مش عايز تبطل هزار يا سيد. خلاص لما اكتب لك بعد كده حاجه اجيبها لك بنفسي، وبعدين غطي لنا كتفك ده والنبي. انت مش عايز تفهمني ليه بس يا سيد؟ خلاص تعالى وصلني. لا يا سيدي متشكره. تعالي بقى بطلي رخامه. لا مستحيل. ما تيجي بقى. لا برضو مش هيجي. ها اكتب لك تاكسي. لا هدفع انا. طب صلاح سالم الرئيس. يا اهلا يا اهلا بالشباب الامور. انما يعني معلش قبل ما نطلع قولي، هي السنيوره دي تبقى مراتك؟ لا طبعا. ضاربين ورق عرفي ومسجلين على شريط كاسيت؟ ايه يا ست انت الكلام ده؟ مقري فتحتك متكلم عليكي، غلط معاكي. هو تحقيق ولا ايه؟ ده مجرد زميل. خس كده بقى، يبقى جنبك تشرف هنا جنبي يا مجرد زميل. انما انا يتهيألي شفت خلقة حضرتك دي قبل كده. لا ما ظنش. جايز الواحد ياما بيشوف اشكال ما يعلم بيها الا ربنا. انما على فين العزم في صلاح سالم يا مجرد؟ على فكره انا مش رايحه صلاح سالم، السيده عايشه. انت مش قلتي لي انك ساكنه في مدينه نصر؟ اه بس اصل ما هو احنا قاعدين اليومين دول عند تيتا. سكتك على قفاك. وماله يا حبيبتي، ما هي السيده عايشه تمشي برضو صلاح سالم ومدينه نصر والزمالك لو عايز. عليها اقساط. سحنة حضرتك مش غريبة علي، مش انت برضو تبقى ابن ام سيد اللي هي بتبيع شبت وفجل وبقدونس على نص حر السمكة اللي في المدخل شايف الوش؟ ايه ده بقى؟ وانت عرفت منين ان اسمك سيد؟ كلك ذوق وكفاحة والله العظيم، وانا من نوعية الناس اللي بحترم قوي 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 الناس المكافحة اللي زي حضرتك كده، وبنحني لها احتراما وبضعف قوي قدامها. ماشي انحني. انما مين اللي هيدفع بقى البنديرة؟ سعادتك ولا السنيورة؟ ما قلنا كلك ذوق وكفاح. ماشي. بس والله يا بنتي انت نفسك علوة قوي. صحيح كل فولة مسوسة ولها كيال معفن. ما بس بقى، بس بقى مش استنضافي الاشكال اللي تمشي معاها، انت ماشية معاها من ورا اهلك. ايه يا ست انت لو سمعتي الكلام اللي بتقولي ده، على فكرة ما يصحش كده خالص، مش معقول كده. انا مالي، انا بس انصحك نصيحة عشان انت زي بنتي. اوعي تخليه يسقيكي حاجة من الازازة مش متبرشمة. الازازة لازم تبقى متبرشمة وتسمعي صوت طقطقتها بودنك، والا تصحى تلاقي نفسك خائفه من شيء ما. بقول لك ايه يا حاج ونبي، ما تشغل لنا الكاسيت لحسن، احنا اتخانقنا على الاخر. بايظ والله، بس انا ممكن امنجهكم يعني. امنجه ها سيد جيت ابوسه اير ولوالي بوسه كل البنات بتبوسه وش معنى انا يا سيد ردوا وش معنى انا سيد اير ولوالي ويشو كل البنات بتغيشو وش معنى سيد وش معنى سيد. هو ده اللي حصل ياما وانا راجل ضمير. انا كده غلطان؟ هو كده غلطان؟ عايز اتكلم معاك من شويه. ما انتش غلطان، انما يا خبيتها انت فاكر ان عمك هيفوتها لك؟ اجي ده اهي اترفدت كده من الجامعه ومن الشغل. عايز اتكلم معاك من شويه. هتقضيها سنكحه بقى على قفا امك؟ انت بتذل ابنك كده ليه؟ في ام في الدنيا تذل ابنها كده؟ يا ست اللي بيقول الام مدرسه، انت ما حصلتيش حضانه حتى. الصراصير بقت في كل حته، في البيت وفي القهوه، لا رش نافع ولا عجينه نافعه، شباشب بقى ولا ايه؟ والنبي ما في زي سيد، بس جه في وقت مش وقت يا ام سيد. متشكرين على الاضافه العميقه دي يا عم يوسف، بس انا غلطانه اني احترمتك، تصدق؟ عم يوسف وان منت لو سمحت، دلوقتي دي مشكله عائليه وبنحلها احنا الثلاثه كعيله واحده. بقول لك يا امه، تعبيني دور دومن على كل اللي صرفتيه عليا طول حياتك. لا اله الا الله. ولو كسبتك تصرفي تاني، تتخلفونا وتنسونا. ايه ده ايه ده؟ ايه الموسه اللي جايه علينا دي؟ دي داليا دي؟
يخرب بيتك يا بيت يا دالي، ايه القمر ده؟ يا سيد انا واقف جنبيك كيس جوافه يا اخي. يا دالي انت عملت نيولوك ولا ايه؟ كان مستخبي فين ده كله؟ دالي طول عمرها زي القمر، بس هي اللي ملهاش في سكه البنات المايصه بتوع اليومين دول. امال ايه اللي جرى؟ قررت تنحرف ولا ايه؟ اعوذ بالله يا طنط، اصل كان عندي انترفيو في قناه فضائيه عايزين مذيعات تحت التمرين. اكيد طبعا هتنجحي، هم يطول يبقى في مذيعه زي القمر كده. اتصل بطولك يا ولد، هات له ميه وسكر يا دوب. اشرب الشاي يا سيد. جرى ايه؟ ما تلم نفسك يا ابو راويه. مذيعه معده اشيل شرايط اللي يجي منها. مش عارف ليه حاسس ان اول مره بشوفك. اصل في ناس كده ما يهمهاش الا الشكل البراق. تعال جنبي يا توت، تعال جنبي حبيبتي. تعالي يا قمر. اسمعي دي، ما قلتليش يا رامي ايه اخبار البنت اللي بتسرح معاها اليومين دول؟ جرى ايه يا قمر، انت جاي تهدي نفوس ولا ايه؟ دي عواطف مالكيش دعوه بيها. ما قلتليش ان جهان ما خدتش جواز. ما رضيتش ازعلك. ما رضيتش تزعلك عقبال ما تسترجل كده وتلاقي شغلانه عدله زي دالي. سيد ليه عندي شغلانه هيكسب من وراها دهب؟ هيسرح معاك بالعربيه؟ هيخرب بيتك. واسرح ليه وانا عندي عربيه؟ التاكسي ده لا انساه خالص، ما جيش في مخيلتي. ما تديله فرصه يا ابو سيد، جايز يفشل ان شاء الله. ان شاء الله يبقى يجي لك فشل في شنبك يا بعيد. يا ام ثقي فيا واتكلي على الله بجد، والله العظيم اشرفك. ما تبقى تنجح في امتحان السواقه الاول. ما انا عندي رخصه. لا رخصه ام سيد حاجه ثانيه خالص. اركن يا ولد. بس بقى يا امه اركن يا ولد، نفسك اركن يا ولد. مش بمساجد بقى، العربيه دي ورثها ابا عند امي. طب وحياه امك ما انت راكبها. يا امه ما تكلمنيش، هنخبط. حتى سلم عليك. انتم يا امه، انتم على امك. انتم اركن يا ولد. ماشي اركن يا ولد. هات امي اكون سارقها وبيعها لك عشان تتسرقي دي وتبقى عامله زيك. طب انا يخرب بيتك، داخلين على لجنه، داخلين على لجنه يخرب بيتك. انا عايز ابلغ عن ابني يا باشا، ما بيعرفش يسوق وسرق العربيه وخطفني يا باشا. ما قلت لك يا سيد الليله دي مش هتجيب همها. معقول كده يا عم يوسف؟ يومين بحالهم ومحدش يعبرنا. وين اللي كنت فاهم الناس هتبقى عليك بالضرب؟ لا الكلام ده كان زمان، الحب ملوش مكان في الزمان ده. الحب كان على ايامنا احنا جيل الثمانينات، ياما ضيعنا فلوسنا على الحب والعشق والغرام. الله يرحمك يا راويه. صحيح انا عمري ما سالتك يا ابو راويه، هي راويه دي بنتك؟ بنتي راويه دي قصه حبي الوحيده، ماتت بعيد عنك في ازمه لوكيربي. عارفه المشكله دي؟ الطياره اللي وقعت في ليبيا حكايه كده يعني، ومن ساعتها اسمي مرتبط باسمها ابو راويه. امال انت اسمك ايه؟ ابو عزه. يا عم وحياه ابوك ما تاكلش دماغنا بقى يا عم. روى دي يا عم كانت نشاله واتفرمت وهي بتنط من الاتوبيس. خلينا في اللي احنا فيه بقى. ما انا قلت لكم يا سيد جوابات الحب دي موضه قديمه في زمن الانترنت والرسائل والتكاوي. لا يا داليا ما تقوليش كده، الحب عمره ما هيموت الا في حاله واحده بس، لو الانسان انقرض. انقرض؟ انقرض ايه؟ هو فار انقرض يعني يا ابو روى؟ حلو قوي، احنا كده فاضل لنا كاميرا التلفزيون ونبقى في برنامج مسبير. عندك حق يا معلم، احنا لازم نعرف ايه اللي بياكل اليومين دول مع الشباب. اي حاجه بتاكل الا الكلام ده. انا عايزك تسيبك بقى من الكلام العاطفي المزوق ده، احنا لازم نوعي البنات ونرسيهم. النهارده اي شاب بياخد البنت بتاعته على الطريق الدائري ويسحب منها اعز ما تملك ويخلع. عندك حق يا ابو راويه، مفيش قصه حب تعمر دلوقتي، العيال عايزه تتجوز عرفي وخلاص. احنا في زمن العرفي. ايه الكلام ده يا عم؟ يعني نجيب رزمة ورقه ونكتب عقد عرفي؟ لا احنا نفتح مخنا حبتين. اوعوا تطمعوا الشباب فيكم، اسالوني انا. الشاب من دول تسيبي له ايدك يمسكها يلعب لك في شعرك مسجات وهق ومق، وبعدين يقول لك الله عليك وانت واقفه بين ايديا، وبعدين يقع المحظور وتاخد استماره سته. اوعي اوعي تجري وراه، هو اللي يجري وراكي زي البوبي لغايه لما يتعب يروح لابوه يقول له يا بابا البنت مؤدبه ملهاش تجارب، جوزها لي يا بابا ابوس ايديك. اسالوني انا، انا قديم والقرعه دي مش من فراغ. اوعوا تطمعوا البنات فيكم، الصنف ده انا عارفه كويس. اجري في البنت تحبك، حب البنت تكرفك. البنت من دول تيجي تمسك ايديها ولا تبص تقول لك لا انت اول واحد يبوسني، والمشكله انك بتلاقيها بتعرف تبوس. طب منين؟ وبعدين تقع في المحظور وتقول لك اتجوزني، ويبقى كده يابا انت اتثبت. اوعى اوعى تجري وراها، خليها هي اللي تجري وراك زي المعزه الزرايبي لغايه لما نفسها يتقطع. ساعتها هتروح لابوها تقول يا بابا جوزهولي، ده مؤدب ملوش تجارب، صدقوني انا اسمعوا كلامي، القرعه دي مش من فراغ. طب بحكم خبرتك ممكن تقول لي ازاي اشد البنت ليا؟ تنك وراها لغايه لما تحبك. تنك ايه بس؟ قصده يعني تعمل اي حاجه عشان تلفت نظرها وعشان تخليها تحبك،
يعني اقف تحت البلكونه اغني لها في اغاني والدنيا تمطر عليا؟ ايوه يا اخويا، لو لازم الامر تعمل كده هتعتبرها منك حركه جريئه من شاب جريء. وبعدين اللي بيحب لازم يضحي عشان حبيبته. ما انت لسه قايل دلوقتي لازم نكرفه. وانا مش قايل محدش يقطعه.